كيف بيت بحسين علي عبد الفتيح. حسين علي عبد الفتيح. ايه حسين علي الفتيح. وشايفها وكالي على هاي بيت الخلقيني تسلق العالم مش معصرة هاي، هاي تسلق قلبي. نعم. اللي عنده هو خلقيني هاو وتيجي العالم تسلق قلبي عنده. الشيد السويد اللي يسمته. نعم. موت الشتوية ما في مشترى. ما تشتروش من الدكاني. ما فيش مصاري. ما فيش مصاري نشتري. معهم مصاري أربعة خمسة ما فيش تحكي معهم. القتال كله عمار عتيقة. اليوم صار العادل. ولكن هو هي بيت العتيق كان لبيت يوسف بركات، بيت عم يوسف بركات. هناك هي بيت سعيد بن عيسى تشوفوها. هي بيت سعيد بن عيسى الله يرحمه. بيت سعيد بن عيسى اسمه القديم بيت محمد بن عيسى، لأنه في سعيد بن عيسى وفي شبيب بن عيسى وفي بر خالي بر سعيد بدوي ثلاثة. هاي الفرقة. وهاي دكان سعيد بن عيسى. هاي دكان سعيد بن عيسى. دكان سعيد بن عيسى هذا شوف. ها. خليل في على الوياد ترفع معك نشوف. بين عليه مش مسكر. صور من هون. مسكر ايه. هاي دكان سعيد بن عيسى. أول دكاني هاي أول دكاني ما كان في غيره. لا. أول دكاني هاي. في هو عند دكاني وكان محمد. حسن علي أحمد سميد الخالق إيه. وحسن بس لا القديمة القديمة الاثنينيتهم مع بعض سوا حسن بيتهم هون يوم بيت محسن محمد حسن سميد نعم وهون شو كان يبيعوا بالدكان شو كان يبيعوا أه؟ شو كان يبيعوا بالدكان بالدكان سيد بن عيسى البيع أغلب تبع سيد بن عيسى وبيت حسن علي أهون عليك إنه بيت محمد حسن علي كانوا يبيعوا كركار أو غيره مسيل مثل هاي بعدين محمد سعيد بن عيسى كان لقط أعاشي بعهد الحرب العالم الثاني صار يطلع أعاشي سكر ورز وغيره لحتى الحكومة تبيعون بسعر رخيص بشيء ما تحتاجش العالم نعم وعنده دكان وكان هو بياخذ الريشي الريشي توريد دخان للجميع لكل القرى هاو كانت معه واشتراها من بيت عنق أخذها مشتراها من بيت عنق كانت بكامل وأخذها إله هاو سعيد بن عيسى كان من اليمنية وكان بطل بشوبيته كان بطل كان بطل يباطح ما فيكش تحكي معه كان يبطل لكن كان آدم مش يبطحش بطلش لا كان آدم لكن بطل الله يهديك لكن في سيف حتى صارت معه مع زحلي زحلي بيحتقلونه بكون على الفلاحين اشتروا ثلاث كيسين ملح كيس الملح 100 كيلو لفت وحطوا على ظهر طلع على ظهر البوسطة حطوا الباص يعني بقى قالوا يا بدينا يشوا قالوا لك هاخد هالكيس بدنا نقيم الثاني قيم الثاني وديناه قالوا قيم هالكيس قالوا الله يخليك لأمك لا فيش قيمة بدي فل عن سيد بن عيسى كان قوي مش مبيت ولا شيء في الشغل